معاك في دي. بجانب دي يا دكتور استاذ جمال، هل احنا ايضا في حاجه الى ثوره في اللوائح الرياضيه عشان ننهض بالرياضه المصريه؟ ما دي بتكمل، دي اللوائح تكمل العلم في الاداره في مجال الاداره. بالتأكيد طبعا أنا مع الدكتور، وأنا سعيد بالفعل الكلام بتاع انا الدكتور، حابب وأنا سعيد عايز جدا أضيف بالحوار ده، الحوار ده انا مستنيه. عايز أضيف بس عليه شيء واحد. مش ضروري إن يكون اللاعب إداري ناجح، مش ضروري تكون الموهبة اللي الناس بتتفرج عليها و بتستمتع بيها إن هو يمسك مؤسسة أو هيئة رياضية وينجح فيها. مظبوط. لا، إحنا لابد إن إحنا نفرق ما بين الإدارة الواعية اللي احنا بنشوفها بره كمحترفه، وما بين الاداره اللي عندنا الهويه اللي هي بتيجي عن طريق مجالس ادارات بالاختيار بالمحبه بالمش عارف ايه، والنتيجه بتبقى كارثه على المنظومه نفسها. يعني انا بقول ان الاختيار، اختيار مجالس ادارات الهيئات الرياضيه، انا اتكلم على الانديه كلها والاتحادات وكله، الاختيار نفسه لا يفرز الاصلح. الدكتور أظن هنا إن هو موافق معايا، ولكن إحنا عايزين ثورة في ثقافة الجمعية العمومية في الاختيار، عايزين ثورة في المصلحة العامة والتجنب المصالح الشخصية، عايزين ثورة في إن إحنا نثقف نفسنا، اللي عايز يقعد على الكرسي ده يثقف يكون نفسه عنده المؤهلات اللي تؤهله لكده. المؤهلات سواء لوائح أو قوانين عشان يقدر يصدر القرار. هو ده البتاع. عارف انا عندي مثل دايما بقوله، عالج الراس يستقيم الجسد. مظبوط. اذا كان راس المنظومه اللي بتدير كهيئات رياضيه ومؤسسات رياضيه، اذا كان هذه الراس مثقفه فاهمه هي بتعمل ايه، تقدر تصدر قرار مبني على اسس لائحيه وقانونيه، اعرف ان الجسد كله هيبقى صالح. ولكن اذا فسد الراس او العقل، الجسد مش هيقدر يشتغل. نعم، زي ما قلت، بص، هو العلم، حتى بيت الشعر يقول لك بالعلم والمال يبني الناس العلم مجده، لم يبنى مجد على جهل واقلال. مش ضروري ان مفيش احنا ابدا. ناخد ماجستير ودكتوراه بتاع مش عارف ايه في الادارات، لا، طبعا احنا دورات، اديني دورات، دورات ثقف تدريبيه ثقف دورات عشان لا افهم اللائحه اللي انا هشتغل صح عليها. صح هي دي على الاقل قبل ما يتولى، حتى لو دخل مجلس اداره ونجح، قبل ما يتولى زمام الامور يكون في دوره.